مرحبا بكم متابعي قناه انوانكم. هذا حاله كيختلف على الحالات اللي سبقنا ورصدناها، حاله الطفل بدر. الطفل بدر كيعاني من اعاقه صراحه، يبلغ من العمر 12 عام، مازال صغير، مازال في عمر الظهور، عنده معاناه كبيره اللي غتعرفوها واللي غتشهدوها مع الام ديالو. كيعاني مسكين من الدروس، ما كيقدرش يهبط فيهم لانهم كيسكنوا نقولوا في تروازيام ايطاج، وهو مسكين وليد معاق ما كيقدرش، يعني الا بغى خصو تهبط امو، الا بغى يمشي مدرسه خصها تدي امو. عنده معاناه كبيره غتحكيها لنا الام ديالو. غنخليكم مع الام ديالو اللي صراحه صعيب انك يكون عندك طفل اللي عنده اعاقه، وانتم عارفين ان الطفل المعاق كيكون عنده هو نفسيا كيكون مريض مسكين، نفسيا كتكون عنده واحد الحاله نفسيه صعيبه بزاف. غادي نخليكم مع التصريحات ديال الام ديالو، تفضلي. السلام عليكم. شنقول لك، انا معناه ديالي هما الدروج، عندي مشكله مع ولدي مع الدروج، يعني الا ما هبطتوش انا ما يهبطش، كنهبطو قدر من الصغر ديالو هو عندي. منين تزاد تزاد هكاك تزاد. منين تزاد كنتو ساكنين في هاد البلاصه هادي؟ لقينا هادي هي دارنا، فيها كنا ساكنين فيها من قبل، من وليت بناتي الاولين كانوا نفس المشكل. هادي هي الدار عندي، ما عنديش من غيرها. وتزاد بدر، انت عارفه الحاله ديالو، الا ما هزيتوش انا ما يمكنلوش يهبط الدروج، الا ما كنتش انا ما كيمشيش للمدرسه. وهاد الدار هادي كان ياها ولا شرياها؟ لا، شاريين الساروت، هادو شاريين، هادو فيهم الصوارت، هادو ماشي شاريين الصوارت. كنخلصوا واحد النسبه ديال الكره. في المعاناه اللي كتلقيهم مع بدر، في الامور اللي انت كيحزوا في قلبك وما كرهتيش ان ولدك بدر يكونوا عنده؟ بالنسبه لي يكون عندي بدر هو تكون عنده السكنه لتحت، لانه بدر مجتهد كيجيو من الاوائل، وما بغيتش نضيع عليه قرايته. اهم حاجه عندي هي نهبط لتحت باش نقدر نساعده. ما نعرف انا من الغدا، الله اعلم واش نكون ولا ما نكونش، كلشي في يد الله، ولكن الا ما كنتش انا راه ما كيمشيش للمدرسه. كيفاش كتقدري توفقي بين يعني الخدمه ديالك، وعرفنا انك انت خياطه في الدار في البيت ديالك، كيفاش كتقدري توفقي بين بدر امور ديال بدر باش تديه للمدرسه وبين الخياطه في الدار؟ بالنسبه للخياطه، بعض المرات كنبقى سهرانه في الليل، كان عنده قاري الصباح كنسهر في الليل، نقدر نسهر مع نقار ربعه على حسب الوقت اللي غنخدم فيه، والصباح كندير المدرسه ونجي ضروري ما نديه المدرسه. ومتى تولي المدرسه كنولي شويه الخدمه قليله، لاني ما كنبقاش نوجد البياسه لمولاتها في سيمانه ولا ديك بعض المرات حتى 10 ايام حتى نوجد البياسه. يعني السبب الوحيد اللي خلاك انك انت ديري يعني المحل ديالك في الدار هو يعني بدر؟ لا، الخياطه كنديرها من قبل انا في الدار، ما عنديش امكانيات باش نفتح حانوت ولا شي حاجه، كنخدم غير مع الناس، كنخرج كنمشي نجيب الخدمه وكنخدمها في الدار. شنو الحوايج اللي كتشوفيهم يعني ما كرهتيش يكونوا عند بدر من غير الدروج؟ شي حوايج كيبانوا لك انت مفتقدهم في الابن ديالك، الابن ديالك ما عندوش. شنقول لك، اللي ما عندوش بدر، بالنسبه لبدر مجتهد وكيقرا مزيان، يلاه زعما الترويض، حنا رجعنا لهاد الايامات هادي ندير ليه الترويض، لانه خصو الترويض مستمر ما يحبسوش، لانه باش يقدر من الله سهل فيه الله يتمشى بالعكاكز. من جهه الترويض شكون اللي كيحرص على الترويض ديال بدر؟ ما نقولكش، هادي راه تقريبا عام ما درت ليه الترويض، يلاه واحد السيد خلص ليا واحد 10 الحصات الله يكثر خيره. علاش عام ما درتش ليه الترويض؟ ما كاينش اختي، ما كاينش الخدمه، الخدمه قليل، داكشي يلاه ما كنجي نكمل البياس، راه انت شتي رانا كنخدم التنبات، ما نجي نكمل البياس حتى كنلقى كليت فلوسها، وانت راه عارفه المعيشه كيفاش. تواصلي مع جمعيه واش بدر عنده بطاقه ديال المعاق؟ لا، ما عندوش بطاقه ديال المعاق. علاش ما حاولتيش تواصلي باش تديري البطاقه؟ ما عرفتش، حيت كان كيقرا من قبل في السونتر، ومن بعد درت واحد الملف اللي كيديروه في ديال المعاق، ولكن ما كملش، قالك فيه شي غلط ما غلط، ومع باقي ما عاودتوش. شنو اللي خلاك انك ما تحرصيش كل الحرص على انك توقفي على الملف ديال بدر؟ لان كتعرفي ان بطاقه المعاق فيها بزاف ديال الامتيازات. وحتى من قبل ما كنتش عارفها، فهمت يعني، حتى الجمعيه اللي كان كيقرا فيها ما عمرهم ما قالوا لي راه صايبه لي بطاقه ولا صايبه هذيك، يعني على الهضره ديال العيالات باش مشيت جبت واحد الملف من اكداد. يعني حتى باش تعرفي، ما كاينش باش تعرفي، راه خصك ديري ليه لاكات وديري هادي. كان كيقرا في السونتر، ومن بعد داز الادماج وصافي، هادشي اللي يعني دابا بدر محتاج يعني الترويض الطبي. خصو الترويض. شحال دابا بدر مسكين ما درش الترويض؟ تقريبا راه داز العام ما درش الترويض. يعني انت يلا هاد الشهر هذا اللي مخلصه ليه، دابا باقي ليه باش يكمل، باقي ليه 4 الحصات. يعني الا تسنات الفرصه لبدر ودار الترويض، شنو الامل اللي يعطيكم الطبيب؟ الطبيب قال لكم يعني الترويض الا كان مستمر يقدر يتمشى بالعكاكس. يقدر يتمشى انت كأم حيت درت ليه جوج عمليه، اللي باري اللي كيساعدوا في العصب باش يترخاو ليه، ودرت ليه وحده عمليه جراحيه. انت كأم اللي كتعرفي ان كاين الامل ان ولدك يعي يعني يقدر يمشي من جديد،
وبالعكاد كما قلتي شنو كتبغي تقولي لي؟ ورا هذه اللي كنقول علاش انا نثبتت تنعيط لاي واحد تنسمع الصحافه فين كاينين وصاب الاذاعات كنطلب ودرت قناه فلوتي زعما باش نقدر نوفر على داك الترويض وشحال من حاجه نوفرها ليه. هذاك الشيء اللي كنجري يعني اللي يقدر يساعدني بغا يكثر خيره. انت بغيتي ولي داك تشوفي واخا بعدا غير يشوف يمشي غير بالعكاز يقدر يعطي حيت الا مشى تحرك بالعكاز راه هذاك راه شي حاجه كنتمنوا فيها خير ومساعده يعني راه تمشى بالعكاز راه يعتمد على راسو. انا بحال اللون الحيطه في السيمانه ثلاثه شحال كتخدم كل حصه؟ 70 درهم 70 درهم كل حصه كل حصه. وهذه عاد دايره معايا السيده دايره معايا زوين يعني ماشي مرايه كدير 100 درهم للفوق انت عارفه راني كنديروا ليها كلشي يعرفني فين كنديروا كنديروا عند الغريب هنا كاين الترويض حيت قريب ليا يعني راه كاين شحال واحد تيقول لي علاش ما كديريش ديال المخزن ما جاتش ما تجيش الوقت مناسبه مع ديال مع الوقت ديال المدرسه ما يمكنليش نغيب ليه انا من القرايه باش نديه النهار كله يضيع ليه. يعني انت رسالتك فاش بغيت تقولي للمغاربه واللي كيشوف حنا اكيد اننا نقولوا برحمه كاينين والله ناس الخير كاينين انت نعم. كأم وجهي امام الكاميرا وقولي نعم. للمغاربه شي حاجه وقولي شنو بغيتي وشنو كترجعي في وليدك بهضر. هو كنتمنى فيه الخير وكنتمنى ان شاء الله يا ربي يشافيه ليا ويشافي جميع اللي عنده شي مرضى. انا حاجه وحده كنطلب هاد السكنه هذا ساروت انا ما كذبت حتى شي واحد انا كنسكن في تابريكت هذا ساروت كنطلب من الناس يعني داك المبلغ اللي خاصني باش نكمل السكنه اللي يقدر يعاونني الله يكثر خيره الله يتنازل على هادي وهاكي فين تستقري ويصايب معايا الله يرحم الوالدين. انا باش كنعيش كنخدم وراجلي حتى هو كيدبز مع الوقت الحمد لله المعيشه راه حنا عايشين ولكن عيب باش نستقر انا وبادر هي اللي باغي على وتسكن باش يمكن ليه يخرج حتى هو تيبغي يمشي لاصال يلعب مع الدراري ما كيمكنلوش يمشي لاصال. انا اللي بديته وجبته راه كنعيا ما نقدرش نخدم. وبالنسبه لحصه الترويض يعني بغيتي اللي تكفل لك الحصه؟ الله يكثر خيره يعني هذا السيد انا قلت لك انا السيد اللي خلص لي هادو 10 الحصات يعني عاد مؤخرا انا عندي حتى الورقه البطاقه ديال الترويض نقدر نوريها لك وتشوفي الحصات بالنهار. شحال باقى ليه دابا من الحصه؟ باقى ليه دابا هذه باقنا ديال السيمانه الداخله ثلاثة عنده الاثنين والاربع والجمعة. وبالنسبة للخياطة عندك ناس زبائن كيجيو عندك؟ ما عندي تخدم مع مالي الحوانت ماشي عندي كليانة في تمارة الله يكثر خيرها الله يخلف عليها هي اللي كتعطيني الخدمة. كنطلع باش نمشي في الطرام ونكمل في الطوبيس كنجيب الخدمة وكنرجع. يعني فهمت هذيك هي اللي مساعداني لاني عارفة الحالة ديال البادر كنطلع نجيب الخدمة من عندها وكتعاونني يعني ماشي ما كتعاونيش الله يسهل عليها. كذلك غادي ناخذ واحد شويه من عند بدر اللي هو كيقدر يتكلم لينا هذا الوليد الزويون ياك بدر. بدر شنو تبغي تقول للمغاربه اللي كيشوفوك الان؟ انت عرفناك انك يعني تلميذ مجتهد ومتفوق شنو بغيتي تقول للمغاربه؟ اكيد ان المغاربه ظريفين وقلبهم كريم شنو تبغي تقول لهم؟ شنو المشكل اللي كيلقى بدر الواحد وبغى يتحقق له؟ الضروري تكلم دروج يعني بغيتي بغيتي تلعبي قول لهم انا ملي كنبغي نلعب يعني قول لهم غيقرب قرب ملي تبغى نلعب انت تقدر تلعب بوحدي قد تلعب بطني ماما يعني بغيتي ما كرهتيش دار تكون في ها في الارض تكون في الارض بس تلعب مع صحابك كما شفتوا متابعي قناه الوانكم كنتمنوا الحلم ديال بدر يشوفوا شي محسن او يشوفوا شي قلب رحيم من داخل وخارج ارض الوطن ويحقق حلم هذا الطفل هذا المتفوق والمجتهد. وكذلك كنتمنوا من هذا المنبر هذا ان كثير من الزبناء اللي كيفضلوا انهم يديوا الملابس ديالهم عند خياطه في الزنقه كنتمنوا يعني تواصلوا مع ام بدر لانها كتخيط هنا في دارها في وسط دارها وغادي نوريو كم المكان اللي كتخيط فيه. شكرا لكم متابعينا الكرام وكنتمنوا خير البدر.